سؤال واحد يقول: رجل ثري وكل أحد الناس في بلدنا لإخراج جزء من زكاته، أخرجها الوكيل من ماله الخاص بالعملة المحلية، وكان الموكل يعطيها له بعملة بلده لأنه من بلد آخر عند مقابلته في العمرة. الوكيل لم يأخذها من الموكل لظروف الكورونا وعدم السفر وقتها لعدة سنوات. الآن هل للوكيل مطالبة الموكل الآن قيمة هذه الأموال بما يساويها بالعملة الأجنبية وقتها تعويض فرق التضخم؟ رجل قال لي: طلع لي 10,000 جنيه مثلا مصري أو أكثر أو أقل زكاة، طلعتها له قبل 10 سنين وكانت تساوي إكس من الدولارات، اليوم الدولار ارتفع جدا والعملة المحلية أصابها ما أصابها، فكيف يمكن تسويت هذا الوضع في هذه الحالة؟ تعويض فرق التضخم في الالتزامات المؤجلة. ذكرنا مرارا أن الأصل أن تؤدى الديون بأمثالها لا بقيمها، واضح؟ الدين يؤدى بمثله لا بقيمته، وأنه لا عبرة بغلاء النقد ولا برخصه، وأنه لا يجوز ربطها بمستوى الأسعار على أي حال. لكن التماثل الحقيقي لا يتحقق بمجرد الشكل والصورة بل بالواقع والجوهر، إن حقيقة النقود ليست الورقة التي تمثلها بل القوة الشرائية التي تتضمنها، فإذا ألغيت تصبح هذه الورقة كغيرها من الأوراق العادية. ترتيبا على هذا، إذا ألغيت العملة يصار إلى القيمة بلا نزاع، إذا انهارت قيمتها أو نقصت نقصانا فاحشا فالقول بالقيمة قول متوجه دفعا للضرر وقياسا على وضع الجوائح أو اعتبارا بنظرية الظروف الطارئة، ومعيار النقص الفاحش معيار عرفي ويصار عند التنازع إلى التحكيم أو القضاء. الليرة السورية قبل مثلا 20 سنة أو 30 سنة كان لها سعر معين، اليوم الفرق شاسع جدا جدا جدا. لا شك أن هذا التضخم الفاحش له أثره على الالتزامات المؤجلة. وقلنا مثلا مهور النساء، واحدة تزوجت من 40 سنة عملوا لها مهرها إكس من الليرة أو إكس من الجنيهات، اليوم هذا المبلغ لا يكاد يساوي شيئا، لا تشتري به شيئا. في زمنها كان يمثل ثروة، يمثل مبلغ، يمثل رأس مال، اليوم انهار أصبح كالعدم، أصبح نسيا منسيا. عند الانهيار الفاحش أو النقص الشديد على هذا النحو فإنه يصار إلى القيمة إما تراضيا وإما تحكيما وإما قضاءً.